التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي بمدير عام العمليات بالبنك الدولي أنا بيردي، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. هذا وثمن وزير الخارجية ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولي ودعم الأخير للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الشامل، وأكد على ضرورة مواصلة التعاون المكثف بين مصر والبنك الدولي بهدف دعم الجهود الوطنية الحثيثة لمواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي والتحول الشامل، بما يضع مصر على مسار مستدام من النمو الشامل.